النباتات المعهوده والمستعمله بزاف. كاينه بعدا كاينه كما كنقولوا حنايا كاين الزعتره. نعم. وكاين الزعتر. كاين حبه حلاوه وكاين النفع. والباديان حتى هو بعض الحالات فهادو مواد يمكن نستعملهم. غير هو بالنسبه للزعتر والزعتره والنافع وحبه حلاوه والباديانه، الباديانه كناخذو نجمه وحده كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلى وكنخليوها حتى كطلق، كنصفيوها وكنشربوها نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء بعد مرات في اليوم. بالنسبه للزعتر والزعتره وحبه حلاوه كناخذو معلقه صغيره فقط، اذا معلقه صغيره كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق وكنصفيوها وكنشربوها. هذا الزعتر والزعتره وحبه حلاوه وتنافع، هادو نفسهم كتكون هاد القيمه هادي ما نفوتوهاش، ما نفوتوش معلقه صغيره في النهار. كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، كنشربوها نص ساعه بعد الفطور بعد الغداء وبعد العشاء، وكنداوموا عليها مده ديال شهر فقط. فانا كنعطي هاد الاعشاب في شكل علاج طبيعي كماده طبيعيه او كوصفه طبيعيه. نمشيو الناس اللي كيبغيو ينسموا اتاي بالزعتر ونسموا بهاد المواد فماشي ماشي مشكل، ناخذ واحد البراد اللي كيكون مويه حتى يطبخ مزيان اتاي يعني ويطلق مزيان، عاد كنزيدوا ديك المعلقه صغيره ديال الزعتر ولا ديال الزعتره ولا ديال النافع ولا ديال حبه حلاوه، وهكا كنستافدوا منه وما كيضرناش الصحه ديالنا. لان ديك المساله ديال نديروه في الماء ونخليوه يغلي وهو الا ما غلاش وما شفناهش كحل وما عقدش وما حسيناش بديك الريحه يعني ولات كتعطي مزيان ما غنشربوش داك الزعتر ولا. فجميع النباتات اللي فيهم المواد او فيهم الزيوت الاساسيه او الزيوت الطياره لي زوي ليسونسييل خاصهم تكون اون انفيزيون، يعني ناخذ شويه منهم ونديرهم في الماء سخون نخليهم تيطلقوا نصفيهم ونشربوهم. نعم غادي نواصلوا معكم مستمعينا ومستمعاتنا، واكيد كنشكروا الدكتور عماد يعني على هذه الوصفات اللي انا متاكده الناس غادي يستعملوها خصوصا رمضان والعيد الكبير. كنلقاو دوك القريعات الماء اللي كنلقاو النساء كيحاولوا يستعملوا فيها هذه الخلطات، واش هكذا يعني كاين اللي كيدير ديك الصريره كنجمعوا فيها مثلا الزعتر الزعتره وكنلوحوها في ذاك الماء وكنخليوها تطلق باش كنديروا هذا كل ما الشرب ديالنا باش كنسموه، وتا هو كيساعد على المشكل ديال نفخت الجهاز الهضمي او المصران ان اصح التعبير. فواش مزيانه الا كان الدوزاج، ولكن شنو هما المواد اللي غتكون فيه؟ مثلا الزعتر، شنو نقولوا مثلا الزعتر؟ الزعتره والزعتره. آه. غادي تكون او لا اعطينا انت الوصفه. لا نعم الزعتر والزعتره حبه حلاوه حتى هي مزيانه، نديروا معلقه صغيره من كل حاجه، ولكن ما تنساوش غنديروها في ترونس لان القرعه ديال البلاستيك كتكون كتهز ترونس. اذا هادو ثلاثه ديال معلقه صغيره من الحاجه غنديروها في ديك ديال ترونس ديال الماء المغلى. اكيد غنحسبوا ترونس ونغليوه ونديروا في هاد المواد حتى يطلق واحد 10 دقائق منين يبرد عاد نخويه في القرعه، لان كتكون ضروري يكون الماء مغلي. اكيد حيت الا ما كانش الماء مغلي كيفاش غادي يمكننا نجبدوا هاد المواد هذه اللي كاينه؟ يعني بالنسبه للكوفاكرو اللي في الزعتر والتيمول فهادو كلهم مواد اللي خصنا نجبدوهم بالماء الساخن. ولكن ديك القرعه كنديروها في الثلاجه مده الصلاحيه ديالها 5 ايام فقط. ديك القريعه اكيد لان فتنا 5 ايام هذوك المواد ما كي 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 ما كيبقاوش خدامين، يعني كيتحولوا المواد مؤكسده وكيمكن ياثروا لنا على الصحه ديالنا. واخا هاد المواد وهاد بحال هاد المحلول واش يقدروا يشربوه الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم الطونسيون، الناس اللي عندهم الكوليسترول؟ ماشي مشكل. ماشي مشكل باش نعطيو الدوزاج ما خصوش يفوت معلقه صغيره. لا اكيد قلنا ثلاثه المعالق صغار، يعني نقولوا الزعتر الزعتره والنافع ولا حبه حلاوه معلقه صغيره معلقه صغيره في ترونس ديال الماء مغلي حتى يطلق ونصفيه ونخويه في واحد القرعه ياك. الوليدات من 6 سنين حتى 13 عام نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور فقط. نعم. كافيهم. وبالنسبه للكبار كاس صغير نص ساعه بعد الفطور ونص ساعه بعد العشاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.